تسابق الطواقم الطبية الزمن لإسعاف مرضى فيروس كورونا في الصومال مع اجتياح الموجة الثانية من الفيروس للبلاد. هنا في مستشفى السميط بمقديشو يصل ما بين 6 إلى 30 مصابا يوميا. غرف عناية متواضعة ومرضى يفتك بهم الفيروس، وطواقم طبية تواجه تحديات تفوق قدرتها. أكبر تحدي هو نقص الأكسجين، فما يتوفر لدينا يكفي لمرضى الحالات المتوسطة، لكن مرضى الكوفيد-19 يحتاجون إلى عناية أكبر، والأعداد التي تصلنا يعاني بعضها من مضاعفات صحية أخرى. هذا التحدي الأكبر، وأيضا قلة غرف العناية المركزة لا تتناسب مع الحاجة على أرض الواقع حقيقة. مع وصول نحو 300,000 لقاح للبلاد، بدأت الحكومة عمليات التطعيم، وقالت إن الأولوية للأطباء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لكنها شددت على ضرورة الالتزام بالتعاليم الطبية كي لا تخرج الأمور عن السيطرة. نحث المواطنين على التطعيم، وستكون هناك أولويات لشرائح المجتمع، لكن نكرر علينا الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات والاهتمام بالنظافة. وللمساعدة في مواجهة مخاطر الفيروس تسير منظمات محلية حملات في شوارع مقديشو لزيادة وعي المواطنين بطرق الوقاية من المرض، غير أن أكبر تحد أمامها هو ظاهرة اللامبالاة التي تطغى على الكثير منهم. معظم الناس لا يتخذون الاحتياطات اللازمة، ما نقوم به هو تذكيرهم بمخاطر هذا المرض وطرق الوقاية منه، ولكي يتشجعوا أكثر نعطيهم الكمامات ونعلمهم كيفية تعقيم أيديهم. استجابة الناس متفاوتة بين مرحب ومستهزئ أو متساهل. ولعل أهم تحد للحكومة هو منع التجمعات الشعبية في الأماكن العامة التي لا تزال مكتظة رغم التحذيرات المتكررة، ما يجعل جهود احتواء الفيروس صعبة والمخاطر المتوقعة أكبر. بين قلة الإمكانات المادية لمحاربة فيروس كورونا وتدني الوعي الوقائي للمواطنين، يواجه الصومال تحديا صعبا يثقل كاهل الحكومة والمواطنين على حد سواء. جامع نور الجزيرة، مقديشو.